بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس من رمضان. الدرس الثاني عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من القربات التي يتقرب فيها إلى الله في هذا الشهر المبارك إطعام الطعام، فشهر رمضان يحتاج الناس فيه إلى إطعام الطعام مما يساعد الصوام على صومهم، ومن ذلك تفطير الصائمين. قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما فله مثل أجره، من غير أن ينقص ذلك من أجر الصائم شيئا. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. قال: يعطي الله هذا الأجر لمن فطر صائما على مذقة لبن أو نحو من ذلك من الأشياء الميسورة، شربة ماء، مذقة لبن، على تمرات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن فإنه يشرب جرعات من ماء ثم يخرج إلى الصلاة. فيعطي الله هذا الأجر لمن فطر الصائم على الميسور. وإذا جعل تفطير الصائمين في المسجد و جعل لهم طعام مع التفطير، ذلك خير إلى خير، على ألا يسيء ذلك إلى المسجد وإلى المصلين، بل يكون مع التحفظ من آثار الطعام في المسجد، ويكون أيضا في محل خاص بحيث لا يضايق المصلين والمعتكفين في المسجد. تفطير الصائمين فيه أجر عظيم، من فطر صائما فله مثل أجره. معلوم أجر الصيام أنه عظيم، فتفطيره يعطي المفطر مثل أجر الصائم، وهذا فضل عظيم. وعلى المسلمين أن يجتهدوا في تفطير الصائمين سواء أفرادا أو جماعات في المساجد أو في البيوت، ففي ذلك أجر عظيم لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. وأيضا التصدق على المحتاجين فهو من إطعام الطعام. إذا تصدقت على المحتاجين وبذلت لهم شيئا من المال مما يعينهم على الصيام، لأن شهر رمضان يضعف الإنسان فيه عن طلب الرزق وعن الكسب، بحيث يضعفه الصيام عن ذلك، فأنت تساعده على صيامه وعلى طاعة ربه، ولك مثل أجره. ولو فطرت عددا من الصائمين فلك مثل أجورهم، وهذا خير كثير يغفل عنه كثير من الناس، ويوفق الله له من يشاء من عباده، فيحتسب المسلم الأجر عند الله، ويفطر الصائمين بما يتيسر، حتى ولو على الماء كما في الحديث من لم يجد مذقة لبن أو شربة ماء. فبذل المياه الباردة أيضا في المساجد وفي الطرقات للصائمين يحصل به هذا الأجر العظيم، كما يحصل الأجر أيضا بتقديم الطعام والأكل والشرب. فتفطير الصائمين يشمل كل ما يحصل به إفطار الصائم، فما بالك بمن فطر عددا من الصائمين فله مثل أجورهم، وهذا فضل عظيم. وعلى المسلم أن لا ينسى نفسه
من هذا الخير العظيم بذل الطعام للصوام والصدقة عليهم أيضا، ومن إطعام الطعام إذا تصدقت عليهم بما يعينهم على النفقة في هذا الشهر العظيم المبارك فلك مثل أجورهم، وفضل الله واسع يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فعلى المسلمين ألا ينسوا هذه الخصلة العظيمة وهي إطعام الطعام، تفطير الصوام، والصدقة عليهم، لأنهم قد لا يتمكنون من العمل والكسب أو يضعفون عنه بسبب الصيام، فمن ساعدهم بالصدقة فله مثل أجورهم، يستعينوا بها على الصيام. ولا شك أن هذا فضل عظيم، وأكثر المسلمين ولله الحمد ميسورون، عندهم أموال وعندهم، وهناك غرباء وهناك فقراء، وهناك من يلجأون إلى المساجد لأجل نيل الطعام وما يعرض في المساجد من الطعام والشراب. فعلى المسلم أن يحتسب ويسهم في هذا الخير العظيم ليحصل على ثوابه، وهو ثواب عظيم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا فطرت الصائمين فكأنك صمت ولك مثل أجورهم. فإذا كانوا عددا كثيرا تعاظم الأجر وكثر الثواب عند الله سبحانه وتعالى. هذا فيه خير كثير لمن يريد الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى، وهو ميسور على من أغناهم الله عز وجل، فعليهم أن يبذلوا ما تيسر من إطعام الطعام وتفطير الصوام، وأن يحتسبوا الأجر عند الله سبحانه وتعالى، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.